الحوار الوطني. احنا النهاردة الاثنين، بكرة الثلاث، يوم الاربع تنطلق أولى الجلسات بتاعة الحوار الوطني. الحوار الوطني ومكتسبات المرأة، الحوار الوطني والشباب والأسرة في جمهوريتنا الجديدة. خليني أخد معانا على التليفون بعد إذن حضراتكم دكتور ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. أهلا بك يا دكتور ريهام. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. هنبدأ الجلسات والحوارات والمحاورات بدءا من يوم الأربعاء القادم؟ إن شاء الله بإذن الله. خلاص العجلة هتبدأ تشتغل إن شاء الله. أيوه، يعني ده حاجة كويسة، انه في الحالة زي كده بيبقى احنا كناس بتاعت الصحافة والتلفزيون بنبقى سعداء، لان هنلاقي بقى حاجات كتير نقعد نتكلم فيها ونناقش ونكلم حضراتكم وندوشكم، وغالبا مش هتردوا علينا عشان هتبقوا مشغولين في الحوار جوه. انا عارف. لا ازاي هو ده اللي هيبرز شغلنا ان شاء الله باذن الله. والجلسة باذن الله هتنطلق بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الاهلي والشخصيات العامة، دعوة لكل الشخصيات اللي موجودة في الحوار الوطني إن شاء الله، واثقة إن أكيد هتكون مخرجاتها هتنعكس بشكل مباشر على المواطن إن شاء الله. طب دكتور هيما، أنا عندي سؤال أنا أظنه مهم. يوم الأربع هتبدأ الجلسات كلها بالتوازي؟ يعني كل اللجان هتجتمع؟ كل اللجان هتجتمع، دي الجلسة الافتتاحية اللي هيجتمع فيها كل اللجان وكل رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة زي ما قلت لحضرتك، وهنعرف فيها طريقة إدارة الجلسات هتمشي إزاي. ده لسه إحنا ما عندناش علم، ده كله هنعرفه يوم الأربعاء إن شاء الله من خلال الجلسة. ده اللي بقى اللي هتوضحه الأمانة الفنية للحوار. مظبوط. حلو جدا. طيب أقدر أقول إنه حتى هذه اللحظة بالتأكيد قدامكم كم ملفات ومقترحات وتصورات وأطروحات من هنا يعني لحد علو برج القاهرة كده. حصل. مظبوط. وكنا طول الفترة اللي فاتت دي بنشتغل عليها. مظبوط. أبرز المواد اللي لفتت نظركم كمقررين، يعني المقرر والمقرر المساعد في اللجنة، أبرز الموضوعات اللي حسيتوا إنه فيها كثافة في الطرح كانت إيه؟ انا هقول لحضرتك احنا اللجنه اتفقنا ان احنا هنشتغل على ثلاث محاور اساسيه، هيطلع من كل محور فيهم موضوعات بتختص بيه. اول حاجه عندنا المحور الاولاني اللي هو التفكك الاسري، المحور الثاني مكافحه العنف ضد المراه والتصدي للعنف والابتزاز الالكتروني، ده المحور الثالث. حلو. المحور التفكك الاسري بقى اللي هو الطلاق، حل مشكلات الطلاق والنفقه والرؤيه، الوصايا، الوصاية والأهلية القانونية، التحرش، الاغتصاب، الزواج المبكر، دي كلها الموضوعات اللي هي هتكون فرعية للمحاور الرئيسية. احنا يعني هنشتغل على توحيد تشريعات وعدم تشتيت المرأة بين أكتر من مكان، زي مثلا لما الرؤية ممكن دي تبقى في محكمة، النفقة في محكمة، احنا هنحاول نحدد ان كل الموضوعات الخاصه بمشكله يعني قضيه معينه لازم كلها تتحسم في محكمه واحده، ما تكونش الست بتتشتت في كذا محكمه بكذا قضيه. كويس. لا، وعايزين كمان نحد من ان الوقت ما يبقاش طويل، عايزين نعمل تشريعات حازمه، ان الوقت دلوقتي الست بتقعد في المحاكم بالسنين. احنا عايزين تشريعات جديده يعني تختصر علينا الوقت والمجهود وتكون محدده. طيب انا يعني لو انا اعتبرت انه اللي احنا هنتكلم فيه ده وكانه كده جزء من الحوار باذن الله خلال الفتره اللي جايه، طب مش يبقى برضو نحط في بالنا انه انا عايز مجموعه من القوانين هتبقى لانها قوانين فهي تحمل صفه الالزام بانه الست تقدر تاخد حقوقها في مساله بقى نفقه وصايا الخ الخ الخ، بحيث انها ما تضطرش للذهاب للمحكمه بالأساس. يعني يحصل مثلا مسألة الانفصال أو الطلاق إذا قدر ذلك، ويبقى منصوص على التزامات في وثيقة الطلاق بحد ذاتها. مظبوط. ده كمان احنا ده في بقى يعني في حاجات اسمها تعديلات تشريعية زي ما حضرتك عارف. طبعا. في حاجة اسمها ان احنا هنستحدث قانون جديد، يعني واحد زي قانون الأحوال الشخصية اللي بقاله 100 سنة وحصل عليه 6 تعديلات، ده المفروض يعني بناء كمان على رغبة سيادة الرئيس قال لازم نستحدث قانون للأحوال الشخصية جديد يتناسب مع مشاكلنا العصرية، يعني القانون ده بقاله 100 سنة.
ده ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول هيتحط زي مواد تفصل بقى، يعني ما نقعدش نماطل وما نقعدش ان احنا ناخد وقت في الـ في الـ في المحاكم. لا، تكون حاجه واضحه وصريحه وملزمه. طيب يعني يا مسهل، اظن هيبقى في قدامكم حاجات كتير لازم تتعمل، وبعد شويه بعد انتهاء طبعا الانتهاء منها والانتهاء من جلسات الحوار هتذهب الى مجلس النواب ومجلس الشيوخ وما الى ذلك، الى ان تصل الى مصادقه الرئيس باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور، وبكل توفيق، ونتمنى لكم يعني الصبر الطويل ان شاء الله بدءا من يوم الاربعاء القادم. كل الشكر دكتور ايهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنه الاسره والتماسك المجتمعي.